جود مورنينج. فيديو جديد. وين؟ بأبو ظبي. وساعات انا مش على ابو ظبي. وين بروح؟ بروح عند جود تشيكن. مثل ما شايفين وراي هول ان ذا وول، شباك صغير ورا الشباك في عجايب، بيعمل ساندويتش طاووق رائع، بيعمل ساندويتش دجاج بياخذ عقل. وراك مخبى. وهو مين؟ عوافه. هو عوافه. توني تعرفت عليه بسفر اللي قبله، حبيته كتير وقلت له، دقيت له قلت له الو انا جاي ابو ظبي جاي لعندك. قال لي ما صورنا مرة الماضي. قلت له صورنا مرة الماضي وهالمره واللي بعده واللي بعده واللي بعده. من وقت شو عملنا شيء جديد؟ اوف كتير. اول شغله رجعنا فتنا على المطبخ. غيرنا اشي جديده، غيرنا كذا ساندويتش. عم تزركني هيك تقول لي شو غيرنا فرد مره؟ تغير بندوق يا وعمل لي نقع على قلب بلاتوم. بلاتوم اخوات صار اسود وكذا واجواء والوان وكاوي. شو مره عم تشتغل؟ يلا من هون على المطبخ. بلشنا بال 2019 او اكشلي بلشنا بال 1/1/2020. This is when officially فتحنا المحل او بعنا اول فاتوره. ضربنا بالكورونا او اجت الكورونا. It was very challenging. ومن وقتها قررنا انه no matter what we're gonna go ahead. الحمد لله it was a difficult time. It was ما كانت easy. قطعنا، بلشنا كنا بموظف واحد، عملنا اكل من القلب بكل ايمان، عملناه بكل حب. من موظف او من actually زبون لعشرة لمية، ومن موظف لاثنين لثلاثة لسبعة. مثل ما انك شايف ساندويتش الدجاج يلي ابو ظبي حكيت عنه، وانت بتقول بحط له حب اكثر. شو يعني بحط له توم اكثر او بحط له؟ لا لك بنحط لك زبده اكثر. بس بس هون يس people. الحب هو التوم، هو الحب انه اكثر العالم بتحب التوم. بس هذا ما بيعني انه في عنا الليبني ساندويتش ما بنحط له توم ابدا يلي ما بده، ومليان كمان حب. هالمره بيكون كوسلو. نجحت عملت ساندويتش دجاج خبز طريه، دجاجته جوسي، بيشبع، بيعبي الراس. لبناني ستايل ستريت فود مثل شارع الحمراء من زمان، وهون بأبو ظبي والناس كتير حبته. مظبوط. كل مرة هالشباك. مرة هالشباك. شو قصة الشباك؟ الشباك. الشباك actually it was by incident. اللي صار هو كمان كورونا، كان في عنا باب بنفتح العنب بتفوت. من ورا كورونا قررنا انه خلص لحتى نحن نقدر نشتغل براحتنا، عملنا هذا الشباك وصرنا نظهر منه اكل. شوي شوي صارت العالم هن هي تسميه شباك الحب. ومن شخص لشخص صار اسمه شباك الحب. بنت شباك بتوصلوا بالسياره، بتوقفوا ما بتنزلوا من السياره، بتعملوا سكرانينج للكيو ار كود او بتطلبوا اكل وبتجوا بتقولوا يلا بعد ربع ساعه بنقطع بنخدهم. درايف ثرو كايند اوف على العربي. سريع، ساندويتش غير شكل، بتاكلوا شيء سوبر فريش، مليان حب. بلتو هيك نتعرف على توني اكثر. في ناس الشغله بتعرف عنا انه الاكل تبعنا او الساندويتش تبعنا بياخذ وقت. ليه؟ لانه بيتحضر على الفحم. ليتحضر على الفحم بده وقته، ما بدنا نحرقه ولا بدنا نعطيكم اياه ني. فمشان هيك نورمالي الساندويتش بياخد بحدود ال 20 دقيقه. اتصل فينا اوردر، اعمل الاوردر وبيوصلك الاوردر لعندك، او بتبص توصل لعندنا بيكون الاوردر صار جاهز. بما انه ما بتاكل لا جارليك ولا توم ومعذب العالم كله، امرك لله. اكزاكتلي. وبتحب كل شيء على القد على القد على القد. ف هل جيجي اليوم بلا منقعتها، بلا توم، بلا بصل، بلا كل الحب مثل العادة، رح نفوتها على الفرن نحضرها. بس ضعت لأنه مبينة مستوية، عرفت؟ اوكي؟ شرفكم اهضموا انه ما عملتها هلا قبل شوي. شو بدي اقول له على الكاميرا؟ هيدا هو، هيدا جونا. توني اليوم الصبح من ساعتين دقيت له، قلت له من ساعتين على قلت له بدي اكل وبلا توم، دبر حالك. قال لي بس النقعة بدها 24 ساعة. قلت له ما بعرف نقعت مين، دبر حالك. فيري اكسايتد. anyway من المطبخ ننزل دغري على المحل فرجيكم الفحم، الريحة، الاجواء الحلوة. المحل صغير كتير يلي فيه حب كتير كتير كتير. ونقطعهم سندويش ورا الثاني لاني ميت جوع. جايب لك هدية، جايب لك هدية. وين هربان تاع؟ وين رايح تاع؟ شيء كثير حلو. اوكي سو نحن التوم كمان بنجيبه مفقه لحتى ما نضيع وقت، لانه اذا بنعمل مفقه بدنا 10 ايام لنعمل الكميه اللي بنعملها. اكيد بنشيل منه البيض وبنحطه بالبراد لحتى ينسحب منه الرطوبه، لانه ايام التوم بيكون معبر رطوبه. فبنحطه بالبراد وبنرجع من بعدها نرجع بنطحنه. معلومه صغيره، اذا رح تدق توم انتوني هي مش لك، اذا رح تدقوا توم، اذا عندكم قلي، اذا عندكم مارينيشن معينه وبدكم تعملوا فيها خلطه، المارينيشن ما تحطوا فيها ملح،
قد ما بدكم حطوا ملح للثوم. ليه؟ لانه بس تحطوا له ملح وبتدقوه كل الرطوبه اللي موجوده وكل المي اللي بتكون موجوده بشربها الملح فيو جيت ا ريلي نايس بيست من الثوم. ايام عم تسالنا عن موضوع الحب وشو قصه الحب. طيب بعرف انه مش كثير ناس تعمل هذا الشيء، بس اليوم اغلبيه الناس بتقول لك انه الدجاج مزنخ. مزنخ لسبب واحد، الدجاج ما بيحب الرطوبه، ما في ولا لحمه بتحب الرطوبه. فنحن يس الدجاج مننشفه كتير 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 منيح لدرجة انه ما منخلي يكون في اي نوع من الرطوبة قبل ما نعمله مارينيشن. هذا الشيء بيخلي بيعطي للدجاج لما تعمل مارينيشن بيكون مارينيشن صح والفليفر بيكون سبوت اون. كنا نشتغل بالثوم صرنا نشتغل بالجنجر. بعمل لك كيف شوي جنجر بدل الثوم لعمر. سو طلع معي حنعمل شوية يوغرت نحط لهم شوية خل to break them down to break the enzymes down. شوية حامض. دايما في شغلة عن النقعة، إذا النقعة كانت طيبة ومنا قوية ومنا حدة ومنا يعني منا مضبوطة، لأنه النقعة بعد بده يفوت عليها الجيش، فلما يفوت عليها الجيش it balances itself. فإذا دقت وما حبيت أو حسيت الطعمات كتير قوية then you're on a good track. شباك الحب اهلا وسهلا. بس حالك شوفر كاميون؟ لا اذا بدك بعمل لك هيدي يا ارض احرسي ما قلتها. بقولك يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا في المحل اللي عن جد مترين باربعة. منيو جدا بسيط، طاووق، شاورما، عملنا ساندويتش جديد اسمه كريسبي تشاركول تشيكن ساندويتش، بنطبخ بالاوفن وبيخلص على الفحم. ساندويتش جديد تبع التكة، تعالوا جربوا اليوم بس كل يوم الثلاثة، ناطرينكم عود. بلشنا بموظف واحد، وينه؟ سانديب منه هون، إجازة. بلشنا بموظف واحد، كترت عنا المحبة وكترت عنا الأوردرز ومن شخص لاثنين لثلاثة الحمد لله صرنا سبعة، والحب بعده عم يستمر. الاكل يلي بيتقدم هون هو الاكل اللي انا بطعميه لاولادي، الاكل اللي بيتقدم هون اكل بكل امانه معمول بكل حب. هذا شاورما. هذا شاورما؟ نعم شاورما بس على الفحم، ما عندنا سيخ بس عندنا طعمة الشاورما. تذكر الدجاجة اللي كانت فوق بالفرن طلعناها؟ هلا تسخن نرجع نسحبها نسحبها ونحط لها الحب نرجع نعملها ساندويتش. هو منه زبدة عادية كلاريفايد بوتر، يعني عم نخسر تقريبا 30-40% من البوتر بس من باي ذا واي كلاريفايد على الفحم. اول شيء بنشيل من العظمه اللي هون، نرجع بنشيل الجلده العروس الطرحه تبعها، هيدي بترجع على الاوفن مره ثانيه وبترجع بتنعمل كريسبي وبنرجع بنستعملها بالساندويتش. انتوني انت من جماعه الفخذ ولا الصدر؟ حبتنا أنا كمان. الماء وزعتر. All right.
garlic. Chish. بطاطا. واو. كدشت لقطت بدي شد الساندويتش طلوع يلقطوا سناني بالخبزة وفقشت الخبزة. ساندويتش دجاج وبطاطا all the way, مش خبز معلك معجن. دجاج صوص واو بيعبي الراس. طب بدي كاتشي تاني هلا. How do I do it؟ الخبز بس بهديهم خفيف. يامي جو تشيكن على شباك عوايفي. مرحبا. دقيقة بكون معك. دقيقة موجودين على شارع السلام بقلب أبو ظبي, وبإذن الله قريبا وبوعدكم وين ما كان. شارع السلام وير وان كليك اواي. فوتوا على انستغرام هتلاقونا موجودين على كل الدليفري بلاتفورمز. و بعطي رقم تليفون كمان. باي تشاو. طاووق فرايز كولسلو كاتشب. خلطك ما باشي ابدا. معقول تحبها لدرجه تزيدها على المنيو؟ بلا توم. I love it. Enjoy. ما كان شيء الصبح. يلا توني.